عاملين اخبارنا والخبر القادم من اخبار التايكوندو. بالامس تم عقد قران وزفاف لاعبه منتخب مصر التايكوندو وبطله افريقيا اللاعبه هدايا ملاك على المهندس عبد الرحمن فايد لاعب منتخب مصر للكره الطائره الشاطئيه. الحقيقه حفل زفاف هدايا ملاك اقيم وسط اجراءات احترازيه بسبب فيروس كورونا، وكان حضر من الحفل اسره العروسين وبعض الاصدقاء المقربين. احنا عارفين ان هدايا ملاك متاهله خلاص لاولمبياد طوكيو، وعليها امال كبيره جدا في تحقيق ميداليه بعد ما نجحت في اولمبياد ريو 2016 في ان هي تحقق ميداليه برونزيه لاسم مصر. كان قبل كده الدكتور عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو كان معانا في مداخله هاتفيه في ملاعب الابطال، واكد ان زواج اللاعبه لن يؤثر على برنامج استعداداتها. واحنا من هنا في ملاعب الابطال بنقول لهدايا ملاك الف مبروك، وان شاء الله تقدري توصلي تألقك زي ما عملتي في ريو 2016 وحققتي انجاز لمصر وخدتي برونزيه. ان شاء الله يكون الزواج وشه خير عليكي وتحققي الذهبيه ان شاء الله في طوكيو 2021.